السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نتكلم إن شاء الله عن علم المنطق. الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه عن علم المنطق وحكمه، وقلنا إن هو علم فرض كفاية لازم المسلمين يتعلموه، فهو فرض كفاية ده حسب أقوال العلماء، بس بشرط إن اللي يتعلمه يكون عنده ما يكفي من علم الشرعي من الكتاب والسنة والفقه. تمام. طيب ايه هو علم المنطق؟ هو العلم الباحث في قواعد التفكير، يعني هنتعلم فيه ازاي نفكر، ازاي نفكر بشكل سليم. زي ما الكيمياء بتدرس قواعد التفاعلات بين المواد، والنحو بيدرس قواعد الاعراب، والعمارة بتدرس ازاي تبني المباني، الانشائي بيدرس ازاي تعمل مبنى متين ويستحمل، المنطق بيدرس قواعد التفكير. هو مش بيخترع ولا بيألف ولا بيحط قواعد تفكير، هو بيشوف ايه قواعد التفكير اللي العقل بيستخدمها، ويشوف ايه قواعد التفكير السليم، وازاي ايه قواعد التفكير اللي هي السليمه اللي احنا المفروض ان احنا نبعد عنها. فالمنطق عامل زي العلوم الطبيعيه زي الفيزياء والكيمياء، ما بيخترعش هو حاجه. يعني الكيمياء ما بتخترعش عنصر اكسجين، لا هي بتكتشفه. ما دلوقتي مثلا يقول لك الدي ان ايه والحاجات دي كلها، هو مش بيخترع حاجات في الدي ان ايه، لا هو بيكتشفها، بيعمل دراسات لحد ما اكتشفها وهكذا. طيب فعلم المنطق هيخلينا نفكر بشكل سليم، ازاي نفهم، ازاي نحكم بشكل سليم، ازاي نعمل تعريف سليم، وازاي نبني دليل سليم. طيب فعلم المنطق، قواعد المنطق مش بتؤلف وانما بتكتشف. اول واحد مين دون علم المنطق؟ هو ارسطو. وطبعا ناس كتيره شرحوا زي مثلا الكندي والفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد، كل دول ساعدوا في تطور علم المنطق. فبعد كده العلوم دي لاسباب كتيره المسلمين تجاهلوها وما اهتموش بيها، الغرب هو اللي اهتم بيها، واحنا المفروض نفكر بطريقه منطقيه. وهنشوف ان في ايات كتيره من القران بتحسنا ان احنا نستخدم افكار منطقيه، وان احنا نسال على الدليل وهكذا. طيب اهميه المنطق زي ما احنا شايفين ان هو هيخلينا نفكر بشكل افضل في الافكار، على اساسها الافكار والمعتقدات هي دي اللي هتخلينا نتحرك بشكل افضل، يبقى الاعمال والسلوكيات دي هتتغير، فده هيخلينا افضل في الدنيا وفي الاخره. يعني هنفكر بشكل افضل، فيبقى عارفين مثلا ان والله ممكن تبقى في سعاده مؤقته ولا سعاده دائمه، لا انا ادور على السعاده الدائمه. السعاده المؤقته دي ما اسمهاش سعاده، دي اسمها لذه. فنبدا نعرف بشكل افضل، ونبدا ان احنا نشوف التعريفات بشكل افضل. ولو حد يفكر بشكل خاطئ هيتلاقي كل شويه يقول لك انا دايما فاشل. طب غير الاعتقاد بتاعك وفكر بشكل منطقي بحيث ان تتحسن الحياه بتاعتك. طيب احنا كده اتكلمنا عن المنطق. طيب تعال بقى نشوف العلم او المعرفة او الادراك. احنا قلنا علم المنطق، طب العلم او المعرفة او الادراك من ممكن نقسمهم لايه؟ نقسمهم لعلم حضوري وعلم حصولي. علم الحضوري ده الحاجة الداخلية، احساسنا الداخلي بنفسنا والمشاعر والاحوال، زي ان احنا حاسين بالخوف او الحب او السعادة. الحصولي دي بنتعلم بقى من خلال التواصل مع العالم الخارجي، ممكن احنا نعرف اشياء اخرى غير انفسنا وكده. طيب العلم الحصولي ممكن نقسمه لثلاث حاجات. الادراك الحسي، ان احنا نستخدم الحواس، انا عارف مثلا ان دي مثلا خشب من الملمس بتاعتها، انت شايفني، فانت عارف ان انا مثلا رجل. تمام. فمن خلال الحواس العين، ومن خلال الايد لمس الايد، ومن خلال السمع، كل الحاجات دي هيبقى في ادراك للحاجات اللي حوالينا، الادراك للاشياء الماديه اللي ليها طول وعرض وارتفاع. طيب انت كده شايفني، طب غمض عينيك، غمضت عينيك، يبقى احنا دخلنا في حاجه تانية، بدل ادراك حسي بقى ادراك خيالي. الخيال هو بقى ايه؟ اللي هيتذكر الصوره اللي كانت موجوده قبل كده. فمثلا الحسي ان انا ماسك كوبايه، فانا حاسس بيها وشايفها، فكده في بستخدم الحواس بتاعتي. الخيال ان انا غمض عينيا واتخيلها. تمام. ممكن اتخيلها بشكل اخر. طيب الثالث بقى الادراك العقلي، ان احنا بنستخدم العقل عشان ندرك معاني، مثلا زي معنى العدل ده انا مش قادر اشوفه بس مستوعبه. تمام.
فالعدل ده أمر معنوي غير مادي، ملوش طول وعرض وارتفاع، ملوش كتلة، ملوش حجم، فأنا مش قادر أستخدم حواسي عشان أشوفه، ولو التخيل برضو مش هستخدمه، بس أقدر أستخدمه من أقدر أفهمه من خلال العدل. ومعنى العدل ده معنى عام كلي بينطبق على أي موقف، على عكس سورة الكتاب لما بتبص عليها بتبقى شايف حاجة خاصة بالكتاب دوت، فهي سورة خاصة أو جزئية، مش عامة زي مصطلح العدل. والإدراك العقلي بينقسم نوعين، عندي تصور أنا أو فهم المعنى العدل، والتصديق أو الحكم عليه إن أنا بقول العدل حسن، العدل جميل. يعني التصور أنا ببدأ عندي تصور العدل هو إيه، العدل مثلا واحد ممكن يقول العدل هو المساواة، لا العدل غير المساواة، واحد ذاكر واحد ما ذاكرش، فانا اقول ايه، انا هعمل عدل اخليهم الاثنين ينجحوا، لا ما انت لازم كده، انت كده ساويت بينهم بس ما عدلتش بينهم، المفروض العدل ان اللي ذاكر ينجح واللي ما ذاكرش ما ينجحش. فالعدل ان كل واحد بياخد اللي يستحقه، فكده انا عندي تصور العدل، بس هل ده حلو ولا وحش، هل ده جميل ولا حسن ولا وحش، ده بيرجع للتصديق او الحكم اللي هو نوع تاني من الادراك العقلي. يبقى مراجعة سريعة كده، عندي العلم، عندي علم حضوري وعلم حصولي. علم حضوري الإحساس الداخلي بأنفسنا والإحساس بالخوف والحب السعادة. العلم الحصولي إن أنا بدرك حاجات تانية غير اللي موجودة جوايا، زي معرفتنا بالعالم والحاجات اللي حوالينا، بنستخدم الإدراك الحسي والخيالي والعقلي. والعقلي نقدر إن إحنا نقسمه نوعين، تصور وتصديق. التصديق اللي هو الحكم، الحاجة دي أنا رأيي فيها إيه. طيب المنطق هنستخدمه في ايه؟ هنستخدمه في ان احنا نفكر بشكل صح، يعني اول ما يواجهنا مشكله او في مجهول بنبدا ان احنا نفكر فيها. عندنا معادله مثلا، اي معادله من المعادلات الاقصيه او غير الاقصيه، عندي مثلا 3 اكس زائد 3 واي بيساوي اكس او معادلتين، فبنبدا نشوف المجهول ده ونبدا نفكر فيه. اغلبكم مهندسين فتقدر تحل المعادله ديت بأي طريقة من الطرق. الفكرة كلها إن التفكير العقلي بيتحرك عشان يوصل لمعلومة جديدة، بياخد المعلومات العقلية، المعلومات اللي موجودة معايا، ويبدأ يفكر فيها. يعني عندي معلومات أساسية، ممكن يكون عارف فكرة الجمع والطرح، عارف المعادلات، بسترجعها في دماغي وبعد كده أرتبهم عشان نوصل للحاجة كويسة. فأنا بيبقى عندي إيه المواد، يبقى التفكير هنقسم لها نصين، ان انا اشوف ايه المعلومات اللي انا محتاجها دلوقتي، ايه المواد الخام اللي احنا نستخدمها، وبعد كده ارتبها في خطوات سليمه، ساعتها اقدر افكر في الحاجه بشكل قوي. يعني عندي مثلا معادله، ان هقول مثلا ايه، احنا بنتكلم على الجواز مثلا، الجواز بيؤدي للاستقرار النفسي، ده ايه الف او اول حاجه. تاني حاجه اللي اي حاجه بتؤدي للاستقرار النفسي دي حاجه مفيده، تمام، يبقى الزواج بيؤدي للاستقرار النفسي بيبقى مفيد، يبقى الزواج مفيد. ده ابسط حاجة في ان احنا نفكر مع بعض تفكير منطقي. طيب ناخد مثال تاني، لما اقول الانسان عقل، دي اول جملة، وكل عقل يتعلم، اذا الانسان يتعلم. احنا محتاجين بقى ان احنا نعرف ايه هو الانسان، نجيب تعريف الانسان، لان ممكن يقول لك مثلا ايه الهيموثالمس، ما تعرفش ايه الهيموثالمس، فلازم تدور على التعريف عشان يبقى عندك تصور. يعني احنا قلنا الادراك العقلي نوعين، تصور وتصديق وحكم. فالتصور لازم يكون المصطلحات الموجودة مفهومة. الإنسان ده تعريفه إيه بالنسبة لك؟ وهنشوف مع بعض إن في تفاصيل في فكرة التعريف بتاع الإنسان، عايزين تعريف جامع شامل، تمام؟ ما ممكن واحد يقول لك إيه الإنسان ده اللي هو المهندس، أو الإنسان ده اللي هو أبيض البشرة، أو الإنسان، لأ، إحنا عايزين الإنسان مثلا حيوان ناطق، حيوان من الحياة، يعني بيتنفس ويمشي ويتكلم و والحاجات دي كلها. وناطق يعني مش مجرد صوت، ان هو يفكر ويقول كلام مفهوم وهكذا. فنرجع للمعادلة بتاعتنا، الانسان عاقل وكل عاقل بيتعلم، اذا الانسان لانه عاقل هيتعلم، يبقى الانسان بيتعلم. طيب بما ان احنا اتكلمنا عن الانسان فاحنا لازم نتكلم عن التعريف، فبنلاقي في حاجتين في التعريف، في حاجات اسمها ذاتيات وعرضيات. الذاتيات اللي هي اصل الحاجة نفسها، تمام؟ يعني انا اتكلم عن الانسان لازم في صفات بيتصف بيها، ان هو ايه، قلنا حيوان ناطق، تمام، حيوان جسم بيتحرك وليه اراده، وناطق يبقى عنده قدره على التفكير عشان هو يقدر يقول الكلام المفهوم. فاحنا كده ده
مفهوم مظبوط، مفيش حاجه زايده عليه او مفيش حاجه مش اساسيه، انما ممكن حاجات عرضيه هي جزء منها بس مش اساسي. زي ما قلنا الانسان مهندس، تمام، ممكن ما يكونش مهندس بس ما لا ينفي انه ممكن يكون مهندس. الانسان كاتب او الانسان مخترع، في تعريفات ان هو لازم الانسان يكون معترف، دي بنسميها مفاهيم عرضيه. يبقى احنا عندنا مفاهيم ذاتيه دي اساسيه في قلب التعريف، ومفاهيم عرضيه ما بتتنافاش مع التعريف لكن هي مش اساسي فيه. يبقى تاني التعريف في ذاتي اللي هو بيعبر عن حقيقه الشيء، بيقوم بشيء وبانتفائه ينتفي الشيء. يعني لو شلنا منه الحياه او شلنا منه اللي هو العاقل انتفى عنه، لا يمكن تصور شيء على حقيقه دونه بدونه، لا يمكن ان يوجد شيء بدونه. العرضي ما بيعبرش عن حقيقه الشيء، لو اتنفى ما يتنفيش شيء. يمكن ان احنا نصور الانسان من غير ما يكون كاتب او مهندس او ابيض او اسود او كذا. فدي كلها التعريفات. يعني لما نقول ايه اسد، فالاسد تعريفه حيوان له زئير مثلا. ممكن تقول لا ده الاسد ده مثلا حاجة تانية عرضية، مثلا هو مثلا لونه كذا، لونه اصفر، ممكن يكون في الوان تانية غير الاصفر، ما نعرفش الموضة. طيب واحنا بنعرف بنكون حريصين ان احنا نعمل مفهوم عام قبل الخاص. يعني لما نقول لك مين هو عمر مثلا، طالب مجتهد، عرفنا ان هو طالب، ومن ضمن الصفات دي الصفة العامة اللي هو طالب ان هو ايه مجتهد. ما ينفعش نقول ان هو مجتهد وبعد كده نقول طالب، لان مجتهد جزء من الطلب. مفهوم طالب اعم من مفهوم مجتهد. فاحنا بنبدأ بالمفهوم العام وبعد كده نخش على المفهوم الخاص.